مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان، تنفيذ مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الأفاضل، لازلنا نتحدث عن كيفية البدء بدراسة كتب العقيدة، ولا زال ضيفنا هو فضيلة الشيخ هيثم ابن محمد جميل سرحان، المدرس بمعهد الحرم المدني سابقا، والمشرف العام على موقع التأصيل العلمي، والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وباسمكم فإني أرحب فضيلة الشيخ وأشكر له حسن استجابته لدعوة البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يبارك فيكم، جزاكم خير. أيها الإخوة المستمعون، كنا قد انتهينا إلى أن أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها هو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، وقد بين لنا فضيلة الشيخ موضوع الكتاب ومحتواه، وذكرنا في نهاية الحلقة أهمية الكتاب وسبب البدء به. نرجو من فضيلة الشيخ أن يذكرنا بهذه الأهمية على وجه الاختصار، ما أهمية كتاب ثلاثة الأصول، ولماذا ننصح طلاب العلم بالبدء به في دراسة العقيدة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا المتن المبارك، الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، هذا المتن نصح به العلماء لأهميته، والله سبحانه وتعالى وضع له القبول في الأرض. كذلك اشتمال هذا المتن على الأدلة من كتاب والسنة، متن مبارك واضح سهل، لا يحتاج إلى تطويل في شرح. طريقة العلماء الربانيين في شرح هذه المتون العلمية، كحاشة ابن قاسم رحمه الله تعالى على هذا المتن المبارك، كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يشرح هذا المتن المبارك، يعني لم يشرح هذا المتن من كتاب التوحيد أو من الواسطية أو من الكتب المطولة. لماذا؟ لأنه لو كان أراد أن يشرح هذا المتن من كتاب التوحيد أو من الواسطية لا شرح الواسطية خير له، وهذا فيه التدرج على ما ذكرنا، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل الكبار. وذكرنا أدلة منها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة إلى خلق الإنسان دون بيان المراحل، وكذلك في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وأمروا بالتدرج بالدعوة بالتوحيد أولا ثم بعد هذا الصلاة، وعلى هذا سار علماء السلف رحمهم الله تعالى. كذلك يعني الآن لدينا في شرح هذا المتن المبارك، ما المهم في شرح هذه المتون المباركة؟ أهم شيء لدينا والله أعلم، وهذا الذي ذكر العلماء رحمه الله تعالى، أن نعرف تعريفات التي ذكرها العلماء ونضبطها، والتقسيمات التي ذكرها العلماء، وشرح لطيف مختصر لهذا المتن المبارك، كما ذكرنا مثلا في الأصول الثلاثة حاشة ابن قاسم. إشكال عندنا في بعض الدورات، في بعض المحاضرات، أنه يعني في كل دورة يعاد هذا المتن، وتجد نفس الطالب يأتي إلى هذه الدورة. هذا لا يعني أننا نمنع الطلاب من حضور هذه الدورات والمحاضرات، لابد أن الطالب يتقدم. ضبطت هذا المتن وحفظت ودرست، لابد أن تتقدم إلى متن أعلى منه. وعندما يأتي إنسان ويريد يكرر لك شرح هذا المتن، تقول: أنا استمعت إلى الشرح وضبطت ما فيه من تعريفات وتقسيمات، أريد أن أتقدم. نختبر هذا الطالب في هذا المتن المبارك، نجح
ينتقل إلى مرحلة جديدة، وبهذا يتطور الطالب وتقدم حتى نفسيا، يعرف الطالب لنفسه أنه قد انتهى من هذا المتن. أما أنه يكرر هذا المتن أكثر من مرة، لماذا؟ لأنه لا يعرف منه شيء. بعض الطلاب هدانا الله إياه في بعض المحاضرات في بعض الدورات أتسأله، وهذا كان عليه السلف على ما ذكرنا مذاكرة العلم، ماذا أخذت في هذا اليوم؟ ماذا قال الشيخ؟ يقول والله لا أدري، هذا الشيخ ما شاء الله إمام عالم أصولي كذا كذا كذا، طيب أي فائدة؟ قال والله ما استطعت أن أضبط شيء. هذا إشكال عندنا في حضور الدورات والمحاضرات، العالم لا يريد منك أن تأتي وتجلس، يريد منك أن تضبط هذا المتن، يريد منك أن ترتقي شيء فشيء فشيء، حتى بعد هذا تنقل هذا العلم بهذه الطريقة، انتشر العلم الشرعي. أما أننا نحضر للبركة فقط، هذا قد يكون في أي محاضرة، فنريد من الجميع أن يستفيدوا من هذه المتون العلمية ولا يطيل على نفسه. وهناك طريقة يعني يذكرها بعض العلماء رحمه الله تعالى، أنه يسير في هذه المتون العلمية على رأي وعلى تقسيم وعلى تعريف شيخ واحد. يعني إذا بدأ مثلا في الأصول الثلاثة بشرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يمشي على هذا في القواعد الأربع وفي كتاب التوحيد وفي الواسطية. لماذا؟ لأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى سيسلك منه مع نفس الطريق، نفس التعاريف، نفس التقسيمات، وهذا يختصر عليه قبل أن يسمع لكلام الشيخ في كتاب التوحيد، يكون قد عرف هذه المعلومة وحفظها في الأصول الثلاثة. وعلى هذا أيضا في الفقه وكذلك في الحديث مثلا في بلوغ المرام مثلا في الفقه في الشرح الممتع، وبهذه الطريقة يخرج هذا الطالب ويصبح ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثاني. وهذه طريقة كان عليها السلف، كان الواحد يأتي ولازم العالم يأخذ كل ما لديه ثم بعد هذا ينتقل إلى آخر. هذا والله أعلم يعني مهم جدا في هذه المتون العلمية وبخاصة هذا المتن المبارك. نعم جميل، جزاك الله خيرا. ما هو المتن الثاني المرشح الذي ينبغي لطالب العلم أن يثني به في دراسة العقيدة بعد ثلاثة الأصول؟ الله أعلم، على ما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يثني بمتن القواعد الأربع. الأصول الثلاثة هي على ما قد ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى هي كالخلاصة أو كالمقدمة أو كالمدخل لكتاب التوحيد. القواعد الأربع هي مدخل لكتاب كشف الشبهات، فلابد أن يتهيئ الطالب لدراسة هذه المطولات بالمختصرات على ما ذكرنا. ما هو موضوع ومحتوى كتاب القواعد الأربعة؟ قواعد الأربع هذه والله أعلم وضعها المؤلف رحمه الله تعالى حتى نستطيع بهذه القواعد أن نرد على بعض الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا، ولنعلم أن أهل الشرك أرادوا نشر البدع والشبه، فكيف يرد هذا الذي قد تعلم شيء من التوحيد الآن في الأصول الثلاثة؟ لابد يكون له شيء من القوة والسلاح والحجة التي أستطيع أن يرد بها على هذه الشبه. نعم جميل، أحسن الله إليك. أهمية الكتاب وسبب التثنية به في مجال علم العقيدة. أهمية الكتاب كما ذكرنا في الأصول الثلاثة نذكر هنا نصيحة العلماء لأننا طلاب، حتى نرد على الشبه التي يأتي بها للشرك في زماننا. أيضا هذا المتن المبارك يستطيع أن يهيئ الطالب على دفع الشبه ورد الشبه ولا ينصت لها، وهذا في الحقيقة ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. بعد أن يتعلم التوحيد لابد أن يحذر من هؤلاء من أهل الشرك من الشبه. وأنت تعلم يا شيخ أن الآن تبث هذه الشرور وهذه الشبه في كل مكان، فماذا تصنع؟ لا تستمع إليها، ارجع إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. تقول ما أسمع ولا أقرأ ولا أنظر ولا يمكن لي أن أنظر إلى هذه الشبه. لماذا؟ لأنني بهذا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم. القواعد الأربعة لو شيء من المحتوى
ذكرنا فيما تقدم أن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا في اقتناء الكتب أنه أول ما يبدأ به الطالب في اقتناء الكتاب يقرأ المقدمة والفهرس. لو أردنا أن نفهرس أو نقسم هذا المتن المبارك والله أعلم، نقسم هذا المتن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمة، وهذه المقدمة فيها عنوان السعادة. القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد، وقد تقدم معنا أن هذا يركز عليه المؤلف رحمه الله تعالى في كل مؤلفاته أو في جل مؤلفاته، حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. القسم الثالث القواعد الأربع ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه الطريقة لو قال لنا قائل من أين لهذا المؤلف رحمه الله تعالى أن يأتي ويقول قواعد أربع، أصول ثلاثة، الأصول الست وغير هذا؟ لأن البعض لا يرجع إلى العلماء، يرجع إلى هؤلاء المتهوكين والحيارة وأهل الشبه، يقول من أين له أن يأتي بهذه القواعد الأربع؟ نقول هذه الطريقة في الحقيقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اتبع المؤلف رحمه الله تعالى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر العدد، وأحيانا يذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة وكل ليس له مفهوم، يعني غير محدد بهذا العدد، وأحيانا يذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة ويكون له مفهوم أي محدد بهذا العدد ولا يزاد عليه. كيف نعرف أنه له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ إذا ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ هل إذا ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة يزاد عليه أو لا يزاد عليه؟ نقول هذا يرجع فيه إلى نصوص الكتاب والسنة. إذا وجدنا في نصوص الكتاب والسنة الأخرى التي غير هذا الذي ذكر فيه العدد ما يزيد على هذا العدد، أصبح العدد ليس له مفهوم. وإذا لم نجد في نصوص الكتاب والسنة الأخرى ما يزيد على هذا العدد، أصبح العدد له مفهوم. مثال ما له مفهوم يعني لا يزاد عليه أركان الإسلام والإيمان مثلا. مثال ما يزاد عليه مثلا خمس من الفطرة، وجدنا ما يزيد عليه في رواية الحديث. كذلك مثلا في ما يزاد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. هل هذه السبع الموبقات المهلكات محددة بهذا العدد؟ لا، وجدنا من المهلكات والموبقات ما يزيد على هذا العدد في نصوص الكتاب والسنة. ما الذي جعلنا نزيد على هذا العدد؟ النصوص من الكتاب والسنة. طيب لو قال قائل لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وهي أكثر من سبع؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وهي أكثر من خمس؟ نقول هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد من الصحابة رضي الله عليهم في هذا المجلس أن يضبطوا هذه السبع الموبقات، حتى إذا خرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا استذكار هذه المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن التعليم. وعلى هذا سار العلماء ومنهم هذا المؤلف رحمه الله تعالى في تأليف هذا المتن المبارك، متن القواعد الأربع، وكذلك سيذكر معنا بإذن الله تعالى في الأصول الست، وكذلك في نواقض الإسلام وغير هذا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. بعد ذلك ما هو المتن الثالث الذي رشحه العلماء وجعلوه هو الثالث في دراسة كتب العقيدة؟ المتن الثالث هو على ما يذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أن طالب جاء إلى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقال له يا شيخ المتون كثيرة وأنا أريد أن تلخص لي هذه المتون. فقال له عليك بكتاب التوحيد وبلوغ المرام. فهذا المتن متن مبارك، هذا الكتاب كتاب التوحيد نصح به العلماء، كثرة الشروحات عليه، ركز فيه المؤلف رحمه الله تعالى على توحيد الألوهية ولم يتجاهل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، يرد على بعض الشبه التي يأتي بها للشرك في زماننا، حسن التبويب والترتيب والتصنيف وغير هذا من الأمور التي كانت في هذا المتن المبارك في هذا الكتاب. أحسن لك. ما هو موضوع الكتاب؟ عن ماذا يتحدث كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الكتاب، لم يذكر في هذا الكتاب الحمد لله والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد فإن هذا الكتاب وضعت فيه وكذا. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا لم يذكر مقدمة؟ العلماء رحمه الله تعالى منهم من قال أنه لم يذكر مقدمة لأنه كتاب التوحيد أدل على المقصود. كتاب التوحيد يعني فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أو أراد المؤلف، وهذا من أحسن ما يكون في هذا المؤلف، أنه أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد، تعليق الناس بالكتاب والسنة.
وعلى هذا سار علماء السلف ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر مقدمة لكتاب الصحيح، أراد أن يعلق الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب متخصص في الحديث وهذا الكتاب متخصص في التوحيد، أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة. لا يمكن لأحد أن يأتي وما يفهم المقصود من هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. كذلك يعني مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى في مقدمة هذا المتن، وجدت في بعض النسخ مقدمة لهذا الكتاب البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يقال أيضا قول أن هناك من قال أن الأبواب الخمسة التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب هذه كالمقدمة لهذا الكتاب. أراد منا أن نعلم أن التوحيد أوجب الواجبات وأول واجبات في الباب الأول، واصطلح بعض العلماء يسمى هذا الباب باب وجوب التوحيد، ثم ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق، لأن هناك من ينفر عن التوحيد، ثم ثلث بتحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد وتخلص التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمعاصي، ثم بعد أن تحقق التوحيد لابد أن تخاف من ماذا؟ من الشرك. ولهذا جاء في الباب الرابع بباب الخوف من الشرك، ثم جاء بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك ويدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة لكتاب التوحيد. أحسن الله إليك، ما أهمية هذا الكتاب وأسباب دراسته؟ دائما نذكر هذه المسألة وتتكرر معنا نصيحة العلماء، لأننا طلاب والطالب لابد أن يرجع إلى النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. هذا المتن يحتوي على الكتاب والسنة، ثم عناية العلماء وكثرة الشروحات عليه، المؤلف إمام شهدت له الأمة بالعلم، وكذلك سهولة العبارة فيه وحسن التبويب والترتيب والتصنيف على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. كذلك هذا الكتاب رد فيه المؤلف رحمه الله تعالى على شبه يعني معاصرة لدينا اليوم، فرد عليهم بهذا المتن المبارك رحمه الله تعالى. ممكن إجمال بعض أبواب الكتاب ومحتوياته؟ هذا الكتاب من أسهل ما يكون أن يضبط بإذن الله تعالى. نقسم هذا الكتاب والله أعلم إلى 10 أقسام. القسم الأول على ما ذكرنا المقدمة، وتحتوي هذه المقدمة على 5 أبواب. القسم الثاني تفسير التوحيد، وفسر التوحيد المؤلف رحمه الله تعالى بضده. القسم الثالث أراد أن يبين الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، وهذا مهم جدا، أن العبادة حق لله ولا يستحق أحد أن يعبد أو يصرف له شيء من العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا كأن سائل يسأل المؤلف رحمه الله تعالى، يقول له نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، ما هي أسباب الكفر، ما هي أسباب الشرك حتى نجتنبها؟ فذكر في القسم الرابع أسباب وقوع الشرك في الأمة أو أخطر الأسباب في القسم الرابع. ثم في القسم الخامس ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، لأن هذه الفتنة ظهرت وقالوا أن الشرك لا يمكن يقع في الأمة أو في جزيرة عربية. ثم بعد هذا ذكر في القسم السادس الأعمال الشيطانية، ثم في القسم السابع أعمال القلوب، ثم في القسم الثامن ذكر شيء من توحيد الأسماء والصفات، ثم في القسم التاسع هو أطول قسم في هذا المتن المبارك، ذكر في هذا القسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم على الشرك الأصل لأنه خفي، وركز في هذا القسم على كفر النعمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعام إلى غيره ويشرك به. فإذا كان هذا كثير في الكتاب والسنة لابد يكون كثير في كتب العلماء ومنها هذا الكتاب المبارك. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى بباب وما قدر الله حق قدره، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى مناسبة الختم بهذا الباب. إذن عندنا 10 أقسام: المقدمة، ثم تفسير التوحيد، ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، ثم سبب كفر بني آدم، أسباب الكفر حتى نجتنبها، ثم دحث حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، ثم الأعمال الشيطانية، السحر والكهانة والتطير والاستسقاء بالأنواع وغير هذا،
ثم أعمال القلوب، ثم الأسماء والصفات، ثم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، ثم الخاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد. آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، قبل أن ننتقل للكتاب الرابع، لو أعطيتنا كذا نبذة مختصرة سمات مؤلفات الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب، بماذا تتسم وماذا تتصف، لعل في ذلك ترغيبا لطلبة العلم في قراءة ما عدا هذه الكتب الثلاثة التي بدأتم بها. في الحقيقة يعني هذه الكتب والمؤلفات التي كانت من المؤلف رحمه الله تعالى، أهم ما يكون وأهم سمة أنها تحتوي على أدلة من كتاب والسنة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا فيما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، أنه لم يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل، حتى يعود الطالب على الاتباع لا على التقليد، يهيئ الطالب في أن يكون يوم من الأيام عالم يستدل بالأدلة من الكتاب والسنة، كذلك يهيئ الطالب في أن يكون له حجة يستطيع أن يرد بها على المخالف، وهذا من أحسن ما يكون. وذكرنا فيما تقدم أيضا تستطيع بهذه المتون تحضير الخطب والمحاضرات. كذلك في العادة أنه يدعو للطالب، مثلا في الأصول الثلاثة دعا للطالب في ثلاثة مواضع، في القواعد الأربع في موضعين، يركز على أمر مهم جدا وهو الذي كان عليه الكفار، محاربة التوحيد. لماذا ندرس التوحيد؟ يركز دائما على هذه المسألة، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. تميزت هذه المؤلفات بأنها سهلة واضحة، لا تحتاج إلى كثير شرح. أيضا هذه المؤلفات وهذه المتون يستطيع أن يتلقاها العامي وغير العامي ويبدأ بها، ولهذا على ما ذكرنا في نصيحة العلماء أنهم يبدأوا أولا بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم يرتقي الطالب إلى كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وغير هذا من الأمور التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، كثرة الشروحات، عناية العلماء بهذه المتون. بل لو ينظر البعض في ما عليه كثير ممن يدرس التوحيد أو في بعض المحاضرات أو الدروس أو الخطب، يرى في الغالب موجودة في كتاب التوحيد. لو ضبط الإنسان هذه المتون بإذن الله تعالى يستطيع أن يشرح متون أخرى. ولهذا لو تنظر مثلا، لو ننظر الآن في مثلا ما عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان رحم الله الجميع حيا وميتا، هؤلاء ركزوا على مؤلفات، ركزوا على كتب وشرحوها ونصحوا بها وأمروا بحفظها، وكذلك على ما ذكرنا من المذاكرة وغير هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع لها القبول في الأرض، وهذه يعني هي الأمور التي ينتفع بها الطالب في الغالب، والله أعلم. أحسن الله إليك. بعد أن يدرس الطالب يبدأ بثلاثة الأصول، ثم القواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، ما هي المرحلة الرابعة التي يرتقي إليها بعد هذه الكتب الثلاثة؟ أهم ما يكون بعد كتاب التوحيد، وهذا لا يمكن فيما يذكر العلماء رحمه الله تعالى، أي بعض العلماء رحمهم الله، العقيدة الواسطية. هذا من أهم ما يكون من أهم المتون بعد كتاب التوحيد، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما هو موضوع الكتاب صلى الله إليك؟ عن ماذا يتحدث؟ هذا الكتاب في الأصل يتحدث عن باب توحيد الأسماء والصفات، هذا الأصل. لكن في هذا المتن المبارك أهم ما يكون عند كل طالب، وهو معرفة معتقد أهل السنة والجماعة في أمور متفرقة، وهذا من الأمور التي كانت في هذا المتن المبارك، لتميز بها هذا المتن، نجمع معتقد أهل السنة والجماعة في أمور متفرقة. قد يسألك البعض، أنت من أهل السنة والجماعة، ما تقول في ما شجر بين الصحابة، في الإيمان باليوم الآخر، في الكرامات، كرامات الأولياء، ما تقول في كذا في كذا، في القرآن، كل ما في الغالب تسأل عنها عن معتقد أهل السنة والجماعة، جمع لك المؤلف بكلام واضح سهل في هذا المتن المبارك، في متن العقيدة الواسطية. وهذا من الأمور المهمة في هذا المتن التي قد يغفل عنها بعض الطلاب هدانا الله إياهم. أهمية هذا الكتاب ولماذا جعلناه من أهم الكتب التي تدرس في المرحلة الرابعة؟ نصيحة العلماء ولا شك، عناية العلماء وكثرة الشروحات عليه والأمر بحفظه، ثم هو من أسهل كتب شيخ الإسلام،
ولابد في دراسة كتب شيخ الإسلام التدرج في دراسة هذه الكتب، نبدأ بالكتب المختصرة الواضحة التي يعني لا تحتاج إلى كبير شرح كالعقيدة الواسطية مثلا، ثم لابد من التركيز على هذا الباب، باب الأسماء والصفات، حتى لا نقع في موقعة في الفرق الضالة. وهذا أشرف العلوم، والتعرف على الله سبحانه وتعالى وبه حياة القلوب وطريق إلى دخول الجنة. كما أشرت وحصل عليك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتب كثيرة في العقيدة، لماذا ركزنا وقلنا طالب العلم يبدأ بهذا الكتاب بعد كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ لأنه على ما ذكرنا كتاب سهل واضح. ثم العلماء رحمهم الله تعالى منهم من يقول أن الطالب لابد أن يتوسط، ولابد أن يعرف وسطية أهل السنة والجماعة، والوسطية لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي خيارا عدولا لا إفراط ولا تفريط، يتوسط بالوسطية. ثم بعد هذا على ما يقول البعض يحمي بالحموية المتن الثاني الذي يكون بعد الواسطية، ثم يدمر بالتدمرية، والله أعلم. يدمر الشرك وأهله. نعم. لعلنا نختم حلقتنا ولو بنصيحة مختصرة عما يذكره العلماء في كيفية الاستفادة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. الاستفادة والله أعلم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكون في الرجوع للعلماء ومجالسة كبار العلماء، العلماء الربانيين. إذا لم يستطع الطالب الإدراك والفهم لهذه المؤلفات قد تكون أعلى من مستوى الطالب، ماذا يصنع؟ يقول بعض العلماء يأتي بترجمان، كأن شيخ الإسلام يتكلم بغير اللغة العربية، فتأتي بترجمان، من هو؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى. تقرأ كتب ابن القيم يوصلك بإذن الله إلى شيخ الإسلام. إذا أشكل أيضا على الطالب كلام ابن القيم، يقول كلام ابن القيم أيضا يحتاج إلى ترجمة، كأنه يتكلم أيضا بغير اللغة العربية وهو أعلى من مستواه، فماذا يصنع؟ يقول ينزل إلى مثلا إلى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، إلى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، إلى الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى، وبهذا يستطيع الوصول. كل شيء يشكل علينا نرجع فيه إلى كبار العلماء، وهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم وأن يجعله من صالح أعمالكم. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ هيثم ابن محمد جميل سرحان المدرس معهد الحرم المدني سابقا، والمشرف العام على موقع التأصيل العلمي والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، حيث حدثنا عبر حلقتين عن كيفية البدء بدراسة كتب العقيدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما ينفع للجميع. نستودعكم الله تبارك وتعالى، آمنين اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف.